اليوم الخميس في مركز الظهران الدولي للمعارض برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز فعاليات معرض إكسبو سكني 2019 في الظهران. المعرض الذي تنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لخدمة مستفيدي برنامج سكني، وذلك خلال الفترة من 7 حتى 16 من فبراير الجاري، وستفتح أبوابه لزيارة المستفيدين من 4 حتى 10 مساء. مزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حمود العصيم المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية. حياك الله أستاذ حمود. مسي عليكم ومسي على المشاهدين الكرام، ونشكر لكم دائما اهتمامكم وتسليطكم الضوء على كل الأخبار وكل شيء جديد. الله يسلمك أستاذ حمود، أنت من الناس اللي تتواصل بشكل دائم في البرنامج، وهذا يعود إلى الشفافية اللي يعني تقدمونها للمواطن من خلال وسائل التواصل المختلفة. خليني أبدأ معك أستاذ حمود، القيمة المضافة اللي راح يضيفها معرض إكسبو سكني. لا شك أن النجاح اللي تحقق في معرض إكسبو الرياض 2018 اللي يقيم في شهر نوفمبر الماضي، أن النجاحات اللي تحققت يعني والإقبال الكبير من المستفيدين، مثل ما تعرف شهد المعرض أكثر من 14,000 زائر، تم خلال تقديم 8,000 طلب تمويلي ما بين بناء ذاتي وحدات سكنية تحت الإنشاء وحدات سكنية جاهزة. كل المؤشرات هذه والنجاحات اللي تحققت أعطتنا دافع حقيقي يعني حقيقي إلى مواصلة مثل هذه المعارض لما فيها من فائدة تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وتساهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ورفع نسبة التملك بين المواطنين. وإحنا مثل ما تعرف يعني وعدنا أن يكون هناك يعني معارض في مناطق، الآن الحمد لله إحنا في الشرقية، وإن شاء الله في قادم الأيام إن شاء الله سنكون في مناطق أخرى. احنا دائما شعارنا في صندوق التنمية اننا سنكون قريبين من المواطن في مكان اقامته. طيب. ان شاء الله. الله يحييك من جديد استاذ حمود. الان الزيارة تفتح من 4 حتى 10 مساء، كيف حيستفيد المستفيدين من المعرض او زوار المعرض مستفيدين كذلك؟ بامكانهم التسجيل عبر الرابط الرسمي من خلال البوابة، تسجيل بوابة سكني وزيارة المعرض في وقتها، وحتى لو مثلا ما تمكنوا من التسجيل أيضا هناك يعني أماكن خصصت للتسجيلهم في مدخل المعرض وبإمكانهم الاستفادة منها. ومثل ما تعرف المعرض ولله الحمد يضم يعني أجنحة متعددة ويضم خيارات عديدة من مختلف الجهات ذات العلاقة، مطورين وعقاريين ومقاولين وجهات حكومية ومؤسسات تمويلية، وكل توفير حلول الإسكان والتمويل كلها جمعت تحت سقف واحد، وتمكن المواطن من السهولة واليسر بالحصول على المسكن الأول. تمام. يقدم المعرض باقة متنوعة يعني من الحلول والمنتجات التمويلية اللي تلائم رغبات كافة المواطنين، ومثل أيضا مثل المتقاعدين رواد الأعمال موظفي القطاع الخاص والعديد ممن لم يكن يعني في مقدورهم سابق الحصول على التمويل العقاري. لذا فإن المعرض يعني هو تأكيد على طرح الحلول التمويلية اللي تتلمس وتتفهم احتياجات الشرائح العريضة من المواطنين الموجودين بقوائم انتظار الصندوق، وأيضا هناك يعني خدمة المستشار العقاري، هذه الخدمة اللي تساعد المواطنين في اتخاذ قرار وتملكهم من خلال الحلول والمتعددة والمتنوعة. سالح حمود إذا سمحت لي بمقاطعة، يعني ممكن المستفيد مستفيد برنامج سكني يستفيد من حلول فورية عاجلة ربما يمنح حلول المعرض إذا دخل المعرض واستفسر مباشرة كتسجيل كإنهاء مثلا شيء معين؟ نعم، بإمكان مثل ما ذكرت لك في المعرض إكسبو الرياض عدد اللي وقعوا يعني طلب التمويل 8,000 من 14,000 زائر، فهذا النسبة يعني تعتبر نسبة عالية وكبيرة يعني، وهذا دليل نجاح المعرض. تمام صحيح. يعني المعرض أوجد الحلول وأوجد يعني مكن المواطنين الزوار من تحقيق الهدفهم والتملك المسكن، ولذلك أيضا المعرض هذا هو امتداد للمعرض، وإن شاء الله إحنا يعني متوقعين ومتفائلين إن شاء الله إنه بيكون امتداد للنجاح السابق إن شاء الله. بإذن الله. أستاذ حمود أخيرا، بعد إعلان مداخلتك في الحلقة وردت عدد من الأسئلة وحتى أستثمر وجودك معنا، هل يمكن سؤال ورد وتكرر، هل يمكن للمستفيد أن يتنازل
عن العرض او عن عفوا القرض العقاري الخاص فيه لزوجته، اقاربه، او يعني لاي شخص يعني ممكن يستفيد من هذا القرض، ممكن لانه يعني استفاد او بنى منزله الخاص. نعم، اي مواطن صدرت له الموافقه بامكانه التنازل عن قرضه لقريب من الدرجه الاولى. يعني اي قريب من الدرجه الاولى بامكانه التنازل يعني ويستفيد. يعني المقصود معلش بالقريب الدرجه الاولى؟ اي نعم، القريب من الدرجه الاولى، ابن بنت الزوجة. نعم، يعني جميع اللي تنطبق عليهم الشروط من الدرجه الاولى بامكان التنازل لهم. يعني نعم، كل الشكر لك استاذ حمود العصيمي، متحدث رسمي صندوق التنميه العقاريه.